هذه الخطوة التي خطوناها صبيحة هذا اليوم هو تنفيذ للبيان المشترك الذي صدر عن الزيارة التي قام بها الرئيس ميشيل سليمان إلى سوريا. أنا أكدت أن هذا الإعلان وبدء العلاقات الدبلوماسية ينبع من إرادة سياسية لقيادتي البلدين ومن مصالح شعبيهما، وهو لم يأتي لإرضاء هذا الطرف أو ذاك في البلدين. السفارة سفارة لها مهامها، هي تحترم الأنظمة والقوانين اللبنانية، تحترم نظام وزارة الخارجية، لكن إذا كان هناك خرق من آخرين، لا يوجد مندوبين سامين في لبنان، هذا مسموح له وهذا غير مسموح له. إذا طبق النظام على الجميع فأؤكد لك أن السفير السوري سيكون في مقدمة من يلتزم بهذا النظام.